اللي بالك على فنتد. سرطان تدي خصو شي يزيد. سرطان تدي ما بقاش حمل كبير علينا. المستشفى الجامعي الدولي الشيخ خليفة ينظم تظاهرة حول سرطان الثدي، وذلك يوم 29 أكتوبر تحت عنوان الحياة بألوان وردية لنعيش جميعا سرطان الثدي، مفتوحة في وجه العموم. الجمال، الأنوثة والكفاح، قيم لن يمحيها المرض. Le but de cette journée est de redonner aux femmes victimes de cette maladie confiance en elles et de transformer leurs cicatrices en force. Our experts will talk about breast reconstruction, eyebrows and microblading, skin and hair care, psychological support, wellness, yoga, sport and art therapy. أني مقن حواس 29 أكتوبر بقاعة محاضرات مستشفى الشيخ خليفة. مرحبا بكم. لنعيش جميعا سرطان الثدي. لقيا الله صحة السكر.